فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه 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 قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك. ترفض تائبا؟ حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يلا توضى، يلا اتوضى وتعالى اركع ركعتين. والله العظيم، والله لو صدقت لذهب همك وزال غمك، وحول الله قلقك إلى أمن، وحزنك إلى سعادة، وفقرك إلى غنى. بس اصدق، اصدق مع الله جل جلاله، تعال بصدق بصدق. والله العظيم سيطهرك الله من كل معصية ومن كل ذنب، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. صلة. طب اسمع اسمع اسمع، شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه. أرأيتم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ يعني ايه؟ مش فاهمين الكلام ده يا رسول الله. قدامك على الباب، على باب البيت ترعة، نهر، لا نهر، النبي قال نهر، يا نهر جميل جاري عذب حلو، كل يوم تنزل تغتسل فيه 5 مرات، ممكن يبقى على جسدك شيء من القذارة او النجاسة؟ مستحيل. قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. الله الله الله، تعوز ايه تاني؟ تحترقون تحترقون، الحديث في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، يعني بالمعاصي والذنوب، نظرة، كلمة، الإنسان يضعف، ما الصلاة عبد، أنا بشر، الرب رب والعبد عبد. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. خليك مع ربنا، خليك مع الصلاة، اوعى تسيب الصلاة، اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان، اوعى. يا رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. لا تكن رمضانيا ايها الحبيب، لا تكن رب، كن ربانيا، كن ربانيا مع الله جل وعلا، فوق اي ارض انت واي زمان كنت. الصلاة صلة، اوعى تسيب الحبل ده، اوعى تترك الصلة دي، هتضيع، والله هتضيع، والله هتضيع في الدنيا والآخرة. يا الله، أولا أدلكم، ده مين اللي هيدلنا؟ حبيب، في حد غير الحبيب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. يا الله، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء؟ أو إسباغ الوضوء وأنت كاره لأن المية برد ولأن الجو برد، المعنيان واردان. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا، خد الرواية دي كمان، جميلة قوي، حلوة قوي، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. شوف سيدنا النبي بيقول إيه، والمن تطهر في بيته اتوضى، يلا بسرعة في البيت،
وتعهد ربك من الليلة دي كده على صلاة الفجر في جماعة، اوعى فجر اول يوم في شوال تسيبه من تكنت امبارح في المسجد، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته توضأ ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ها خلي بالك، كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. طب يا عم الشيخ ده انا رايح بعربية، كل لفة كاوتش يا سيدي ما تزعلش، ما هي دي خطوة برضه، ما هي دي خطوة. من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة، والاخرى يرفعك الله بها درجة. ورواية البخاري سيدنا النبي يقول لك ايه: ولم يزل في مصلاه، ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكة عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر. دعوة الملك ما تردش أبدا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال كذلك ما لم ينتقض وضوءه، طول ما انت جالس في المسجد ولازلت على وضوءك وجالس في ذكر الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له. طب خد كمان رواية عشان اعدي على بيت الموضوع، لان الموضوع جميل قوي، وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش مش نفسي، لان اصل الصلاة صلة، وكثير من احبابنا واخواننا مفرطين في هذه الصلة. ينفع ربنا يبقى مغرقك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش؟ ينفع يا اختي؟ ينفع تبقى جالس تتفرج على الفيلم وعلى المباراة وعلى المسلسل وتسمع الاذان وتقول: لا انا خايف يجي جول، او لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة؟ ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة ونبقاش في اول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع؟ ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مع رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع؟ ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما. بخطبك أيها الحبيب، يا أستاذ الفاضل، أيها المسؤول، يا من من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا، والله العظيم بخطبك بقلب، والله بقلب، لأني والله بحبك وخايف عليك. هتسأل بين يدي الملك جل وعلا: ازاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي اوقات الصلوات؟ ازاي؟ والله العظيم جريمة، اقسم بالله كبيرة. يا اخوانا الصلاة اول ركن من اركان الدين بعد التوحيد. خلاص انت قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك. اول ترجمة: الله اكبر، الله اكبر. اكبر من الكلية والجامعة والوزارة والتجارة والزوجة والاولاد والاموال، اكبر من كل شيء. خلاص خلاص، انفض كل ما في يدي واذهب الى الملك الحق لاطرح قلبي قبل جسدي. اه لو سجد القلب، البدن بيسجد بس القلب فين؟ القلب فين يا اخوان؟ اسمع العبارة والحفظها مني: القلوب جوالة. اقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه، خلي بالك، بدليل انك بتخلص الصلاة ما انتش عارف، ما اناش عارف انا قرأت الفتحة وانا جالس ولا قرأت التشهد وانا واقف، ما عرفش كم ركعة، فممكن القلب ما يبقاش معاك خالص. القلوب، احفظ الكلمتين دول حلوين قوي، ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله. القلوب جوالة، اسمع اسمع دي عالية قوي: إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. قلبك فين؟ معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية؟ الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك، انت فين ايها الحبيب؟ لا خد كمان ترمومتر تاني معاك اهو للادي، اول ما تروح السرير وتنام، معلش استنى شو لحظة واحدة، فتش فتش عن القلب. انت نايم على السرير، ايه يا عم الشيخ قلبي معايا؟ لا والله بس فتش عليه، دور عليه، قلبك هيبات فين؟ هيبات فين؟ في جسمك؟ لا لا، ممكن يبات في الجسم، ممكن يبات في حتة تانية. خلي بالك،
إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه، معلق به بالأخره، خايف من الموت، خايف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة، ولا ما انتش فاكر حاجة، ما انتش واخد بالك من حاجة. وأول ما تصحى ها منشغل بيه بالوضوء، أوصل الفجر، لا خبر أبدا ما صليتش إلا نادي قيام الليل، ده الفجر هيأذن، القضية مش وفقري وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلى